تمكنت ثلاث معلمات في إحدى المؤسسات التعليمية المتخصصة بتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من ابتكار جهاز يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل العملية التعليمية والتواصل أيضا مع محيطهم بشكل أسرع، حيث أطلقنا على هذا الابتكار اسم يسر. وللمزيد من التفاصيل ينضم معي من مكة المكرمة المعلمة والمبتكرة الأستاذة ملاك كتبي. أستاذة ملاك، مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. مساء النور. من هم شركاء هذا الابتكار وقصة وسبب ابتكار هذا الجهاز؟ شركاء هذا الابتكار الزميلة أمجاد فلاتة والزميلة ولاء السمسمي. تم الحصول أو أتت فكرة الابتكار بعد أن واجهنا صعوبة في إيصال الأهداف التعليمية لأطفالنا ذوي الاحتياجات الخاصة، فقمنا بعقد اجتماع للحصول على فكرة تسهل إيصال المعلومة لهم بشكل بسيط وسهل بابتكار جهاز يسر. ماذا يوفر هذا الجهاز يا أستاذة ملاك لذوي الإعاقة الشديدة؟ يوفر لهم تسهيل إيصال الأهداف التعليمية لهم بصورة سريعة ومبسطة، ودمج التعلم باللعب بشكل مبتكر دون أن تشعرهم بالإحباط والفشل، وأيضا تزيد إقبالهم على التعلم ووجود وسائل تساعدهم بشكل مبسط أيضا. هل يمكن أن نرى استخداما لهذا الجهاز على أرض الواقع؟ بإذن الله. هو الآن لقد حصلنا من جامعة أم القرى على دعم بتطبيق النموذج الأولي للجهاز كما تشاهدون أمامكم الآن، بتطبيقه على مجموعة من الأطفال، ولله الحمد كان له أثر جدا كبير ويعني حل مشكلة كنا نعاني منها من قبل ولله الحمد في إيصال المعلومات. بعد هذه المرحلة بالنسبة للتسويق وغيره، تسويق هذا الابتكار من ناحية يعني أنتم حطيتوا نموذج أولي وبعد هذه بإذن الله سوف يتم، ننتظر طبعا بإذن الله يعني الحصول على مستثمرين لدعم المرحلة القادمة بإذن الله في تطوير الجهاز ونزوله بإذن الله في الأسواق والمنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية حتى يفيد أطفالنا ذوي الاحتياجات الخاصة. وكأن في صعوبة على الحصول على المستثمرين مثل هذه المشاريع، ما رأيك؟ قد يكون بالفعل لأنها تحتاج إلى مبالغ مالية، وبإذن الله يعني الأمل موجود بإذن الله في إيجاد المستثمرين والبحث بحول الله. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذة ملاك كتبي المعلمة والمبتكرة على أنت وشركائك على هذا الاختراع. شكرا جزيلا.